عليكم طلاب، نكمل المحاضرة السابعة وياكم. هاي المحاضرة قبل الأخيرة إن شاء الله، ونختم الصيدلة التكنولوجية النظري. الإكستراكشن هو طبعا طرق، يعتبر طريقة من طرق الفصل. طبعا أكثر شيء يستخدمون جماعة الهيربال، الأعشاب اللي هم يعني بالعقاقير راح تاخذوها إن شاء الله، هم أكثر شيء. إحنا قليل، بس أكيد لازم نعرف يعني البرنسبل مالته والمبدأ شلون ماشي. فالتعريف بسيط للإكستراكشن: pharmaceutically involve the separation of medicinally active portions of plant or animal tissue. مثل ما قلت لكم، يا إما يعني أعشاب أو ممكن animal tissue from inactive or inert component. يعني أنا عندي فد عشبة مثلا هي كرود، كل شي بها عدة مركبات، فأني إذا أريد أفصل فد مركب معين عن المركبات اللي هي ما إلها أي فائدة طبية، ممكن أفصلها بالإكستراكشن by using selective immiscible solvent in standard extraction procedures. يستخدمون فد مجموعة من المذيبات، كل واحد حيطلع لي مركب معين. The solvent used in extraction of a drug is called the menstruum. Okay. And the residue which remains after extraction is called marc. In this process, the solute is transferred from one phase to another based on its relative solubility. طبعا حسب solubility مالته بأي solvent. In the two different immiscible liquids, water and inorganic solvent. بالعادة يخلون water على مود إذا بيه هو نسبة solubility للwater أكثر، وأورجانيك سولفنت على مود إنه أغلب المركبات هي أورجانيك، يعني هيدروفوبيك، لايبوفيليك، محبة للدهون، فيستخدمون أورجانيك سولفنت يعني نرضي الطرفين. أوكي، the extraction is of two type: إما solid liquid extraction as in case of crude drug extraction مثل ما قلنا، or liquid-liquid extraction as in water chloroform extraction. إذن عندي solid-liquid extraction وعندي liquid-liquid extraction. Like dissolves like rule، اللي هو هذا فد قانون مشهور بالكيمياء، يعني الشيء يذوب بالشبيه مالته، يعني الشبيه الشبيهة. When shaken with two immiscible solvents, the compound will distribute itself between the two solvents. يقول أنا من أسوي له shaking للمركب مالتي بين two immiscible solvents اللي هن immiscible ما يمتزجن، الكومباوند شبيش حيصير، حيتوزع ما بيناتهن. Most compounds are more soluble in when in organic solvent. أغلب الأعشاب خاصة هاي يعني المواد اللي هي بيها active ingredient كلها هي شنو؟ عبارة عن oils، فأغلبها هي شنو؟ تذوب بالأورجانيك سولفنت. While some compounds are more soluble in water. فإحنا قلنا نخلي الثنيان على مود نرضي جميع الأطراف. أنا عندنا هذا الseparatory funnel اللي هي أسهل طريقة for extraction in small scale اللي هو باللاب مالتنا. هنا عندكم upper layer، lower layer. فهنا دا ينزل هاي lower layer، بعد هو شنو يريد يعني أي وحدة من عندهن يسوي لها extraction. فهذا هو شكل بسيط للعمليات اللي تصير داخل المختبر. أوكي، بما أنه أنا عندي solvent هو مهم، فأكيد عنده فد ideal properties حتى أستخدمه لعملية extraction. منها أولا should not mixed with water، قلنا إحنا شرط immiscible. Should be selective, capable of extracting only the desired material. مو شنو يجي بطريقة ياخذه، شو استفاد يا تاني؟ ما صارت طريقة فصل هاي. Should have a high capacity, small volume, enough to extract the active ingredient. مو أنا أجيب كمية عالية من عنده، هم من cost وهم يأثر لي على يعني على المواد مالتي. فلازم الفوليوم الشوية من عنده هو شنو يطلع لي أكبر كمية من الماتيريال اللي أريد أسوي لها extraction. Should have minimum viscosity. Of course أنا ما أريد viscosity عالية. Should be inexpensive. وهاي أهم الصفات طلاب راح تتعلموها إن شاء الله من تشتغلون بحوث. الكوست كلش مهمة، التكلفة. أنا مو أختار شيء كلش غالي وأبد ما يفيدني، لا، مرات هو الرخيص أحسن. أوكي، نجي على the most important steps of extraction process.
نمبر 1 penetration of solvent into crude drug، هاي خطوات تحفظوها يعني مثل ما هي. dissolution of constituent، بعدين شنو diffusion of constituent out of crude drug، صار لها diffusion من التركيز العالي للتركيز الواطي. separation of dissolved portion usually by filtration. اوكي، فالتوضيح بسيط لعملية او لخطوات ال extractions، الستيبس اللي حكيناها بالسلايد السابق. عندي هذا الازرق اللي تشوفوه القطرات الزرق، هي شنو تمثل لي السولفنت مالتي. السولفنت مالتي قلنا اول خطوة ايش راح يصير بيه، بنتريشن داخل المادة الكرود، الكرود اللي هو هذا المربع مالتي، هاي الكرود ماتيريال مالتي، بيها عدة اكتيف انجريدينتس، هاي البنفسجية، هاي الهلال الاخضر، هاي الاحمر، and so on. اول شيء راح يصير penetration of solvent inside the crude material. شفتوا شلون قطرات السولفنت هي صارت بالماتيريال هاي الزرقاء. بعدين حيصير dissolution لعدة مواد حسب solubility مالتها، affinity for which solvent, water or organic solvent. after that ايش راح يصير؟ راح يصير لي extraction فقط للمادة اللي اني اريدها، وقلنا يجب ان يكون السولفنت هو selective for the material I want to extract. وبالتالي أنا بالفلتريشن أحصل على هذا الهلال الأخضر مالتي. بكل بساطة هاي الستيبس أوف إكستراكشن. صح هي طويلة بالمختبر أكثر، بس هي مو صعبة، هي جدا بسيطة وهواي نطبقها إحنا. تمام، أبليكيشن أوف إكستراكشن وين نطبقها إحنا أكثر شيء؟ obtaining of drug from crude drug. إذا عندي أنا مادة هي كرود وأريد أطلع منها مركب معين أستخدمه. طلاب أغلب الدراجز مالتي ما تجي بيور، تجي كرود يصيحوا لها، يعني بيها مجموعة من المركبات، فأني لازم آخذ الأكتيف إنجريدينت اللي أنا أريده، فهاي الإكستراكشن هنا تجي الفائدة من عنده. نمبر 2 ريموفال أوف إمبيوريتيز فروم أدراك سوليوشن، إذا عندي إمبيوريتيز. سيباريشن أوف تو أور مور كومباوندز باي موديفاينج ذا بي إتش أوف ذا ميديا. Organic acid مثل الكربوكسيليك acid, phenols and bases مثل الأمينز can be converted to their water soluble salt from to separate them from other organic substance in crude drug. يقول أني بدل ما أحصل على الأدوية اللي هي عبارة عن كربوكسيليك acid, phenols, أمينز، أحصلها بشكل الwater soluble salt to separate them from other organic substance in the crude drug. أحولها إذا ملح وأطلعها بكل بساطة. نأخذ فد example. Benzoic acid is insoluble in water. حامض البنزويك يعني هو شبيه ما يذوب بالمي. And soluble in organic solvent. مثل إيش؟ مثل البنزين. While sodium benzoate is water soluble. وأغلب الأحيان هي salt form يكون soluble بالwater. أوكي، طبعا بنسب معينة. إذا هو البنزويك أسيد هو insoluble in water، لكن من يتحول إلى salt شنو يكون water soluble. أوكي، أنا ممكن أسوي extraction عن طريق change on pH. شلون؟ مثلا pH الأقل من 2 يقول يعني أقدر أفصل البنزويك أسيد from نافثول، هذا كإكزامبل مطيكم. إذا البي إتش أصغر من 2 يقول 2 ناتهن هن non ionized and water insoluble، واثنين راح يميلون لمن؟ إذا يميلون للبنزين، لأن شنو هن water insoluble. في حالة يقول البي إتش أكبر من 5 لا، البنزويك أسيد شبيه is ionized and transfers to water، يقوم يصير يحب الماي أكثر، ionized form شي طبيعي. نفثول لا، يبقى بالبنزين. فهاي وحدة هسه من الطرق اللي اقدر بيها افصل البنزويك اسيد عن طريق يعني من النفثول. اوكي، اذا كانت البي اتش اكبر من 5، ووحدة من الطرق كانت شنو؟ انه احوله الى صوديوم بنزويت سولت بالسلايد اللي قبله، واقدر افصله يكون ووتر سوليبل اكثر. اذا البي اتش كانت هي 11 كلش يعني بيسك بي اتش، both ionized and both transferred into both water، اثنيناتهن راح افصلهن لان اثنيناتهن هن unionized ويروحن اكثر الى الووتر من البنزين. اذا اني افضل هسه اي بي اتش بي اتش 5 حتى اطلع البنزويك اسيد واحد عن النفثول. طلاب لازم تعرفون شغله، انه الكرود دراج
الكرود دراج تبي عدة active ingredient وممكن non-active ingredient، يعني ممكن مواد هي inert، مستحيل يقارن بالبيور دراج. البيور دراج لا، يكون selective أكثر، يعني concentrated أكثر، وهو اللي يعني أقل side effect به. فهنا شي يقول لكم، يقول لكم الـ final product of extraction اللي هو أنا أريده more concentrated, more rapidly absorbable, more palatable, more convenient of a drug if administered as a crude drug. Methods of extraction. أكو عدة method of extraction. The principal methods of extraction are maceration, percolation, digestion, infusion and decoction. هذين أكثر طرق مستخدمة للإكستراكشن. Although the main purposes of this method are the same, they differ widely with respect to the procedure involved in their operation. يقول هو المبدأ مالتهن كإكستراكشن هو واحد، لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف بالبروسيجر. The processes of particular importance in United States pharmacopoeia are those of maceration and percolation. يقول أكثر شيء مستخدم بالدستور الأمريكي هو الماسيريشن and percolation. The USP provides general directions for both maceration and percolation under the heading of tinctures. يقول من تفتحون الدستور الأمريكي راح تلقون الماسيريشن والبركوليشن تحت عنوان التينكتشرز. أوكي، نجي إلى أول طريقة وأكثر طريقة مستخدمة هي الماسيريشن. Simple maceration. The drug is placed in 3 إلى 4 solvent quantity، 3 أرباع من السولفنت، in a closed vessel for 2 to 7 days. تخيلوا ايش قد يعني لمدة أسبوع. With occasional shaking، وبين فترة وفترة نسوي له shaking. After several days the liquid is filtered and the crude drug is pressed in to remove the solvent. وأشيل السولفنت، أسوي filtration. The remaining solvent amount is used to wash the filter and complete the volume to the desired value، مثل ما نسوي أغلب الأحيان بالمختبر. The filtrate should be collected in a dry container because the extracted material present in most of the crude drugs is insoluble in water which may affect the clarity of the final product. انتبهوا طلاب، يقول أنا الفلترايت لازم يكون الكونتينر مالتي من أجمعه يكون dry. ليش؟ لأن الـ extracted material present is of the crude drug شبيها هي insoluble in water، فلازم انتبه على هاي النقطة. اوكي، اللي قبلها كانت هي شنو؟ simple maceration. simple maceration أي شيء ما يراد، عملية تنقيع يعني بسيطة جدا. المالتيبل ماسيريشن شنو؟ المالتيبل ماسيريشن is aimed to achieve maximum extraction by using portions of total volume of solvent for successive macerations. شلون؟ This involves extracting with the whole amount of solvent divided into several smaller fractions. يقسم السولفنت إلى عدة fractions، هاي الفكرة مالته. من اسمه هو multiple maceration، متعدد يعني. Usually not more than 3 successive extraction are applied. يقول أكثر من 3 ما يسوي. The repeated maceration, okay, is used in case where active constituents are valuable such as opium extract since longer time is required, usually 7 days and large solvent volume is required. يقول أنا مو لكل المواد أسوي multiple maceration. بعض المواد عندها active constituent بكمية عالية مثل الأوبيوم extract اللي هي نستخلص منها الناركوتيك دراجز الأوبيويد اللي هي تستخدم يعني for analgesia مثل المورفين وجماعته يعني فنتانيل وهيج، بعدكم ما ماخذيها إن شاء الله تاخذوها. أوكي، اللي هي تحتاج وقت طويل، فيعني إحنا مو على طول نستخدم المالتيبل، أغلب الأحيان إحنا نستخدم السمبل. شوفوا هاي هنا يوضح لكم انه multiple 1 2 3 ثلاث مرات يسوي استخلاص على نفس المادة حتى يطلع اكبر كمية من البيور دراج. شوفوا هنا دراويكم ايش قد بقى من الدراج بين فترة وفترة، ونستخدمها اكثر شيء بالاوبيويد extraction of opioid.
نجي إلى الطريقة الثانية أو الطريقة كانت شنو maceration اللي هي simple و multiple. Percolation، البيركوليشن بالضبط اللي هي عملية نسويها بجهاز، يعني نسوي extraction عن طريق إنه يمر السولفنت على النبتة ماتي أو الكرود ماتيريال ماتي، يمر عليها عن طريق جهاز السوكسيليت. جهاز السوكسيليت موجود وين؟ بمختبر العقاقير، اللي يحب يروح يشوفه إن شاء الله راح تشتغلون بيه. The percolation process is done by device called succinate apparatus. The apparatus consists of a flask, a succinate extractor, and a reflex condenser. ومكثف. The ground solid material is usually placed when in a container made of filter paper and inserted into the central tube of the extractor. طبعا هاي ما تفهموها إلا تشوفون الجهاز. Solvent is placed in the flask and heated. استخدمون الهيت. To its boiling point, يعني يوصلون لل boiling point. Its vapor passes through the condenser where it condenses and drop to the drug. عملية حرارة وتكثيف يعني بالضبط. اوكي طلاب، ان شاء الله انا اذا لقيت في يوتيوب فيديو مرتب او فيديو من موقع احمل لكم اياه تشوفوه، يعني هي حلوة، يعني العملية حلوة ان شاء الله بالعقاقير، يعني تتونسون بمختبر العقاقير. صح هو شوية طويل يسوي ملل، بس تشوفون بهاي الأجهزة، يعني هاي الأجهزة مميزة بمختبر العقاقير، احنا ما يصير تتواجد بمختبرنا. فهسه هذا هو السوكسيليت، اوكي. اهم جزء بالسوكسيليت هو الفلاسك، اوكي. الفلاسك اللي بعدين راح تقطر بيه المادة، اللي هو يعني اللي يبخر لي، يوصل لي البخار للكوندنسر، وعن طريق الكوندنسر اكو فد تيوب يرجع ويقطر وشي، يعني البرنسبل مالته شويه شو اسمه طويل، بس الفكره حلوه. اوكي، فهو هذا السوكسيليت، هاي اجزائه. نكمل عمليه البيركوليشن. قلنا نصير بالسوكسيليت وهي عباره عن هيتينج اند كوندنسينج. During this process, the condensed solvent dissolves the soluble constituent. When the level of extract reaches the top level of siphon tube, siphon tube موجود بالفيجر هسه اللي طلعته لكم, it flows over into the flask. The process is continued until the drug is completely extracted into the flask. وتأخذ وقت طويل جدا هاي العملية، مو بسهولة يعني. على مود أجمع أكبر كمية من الاكستراكتد ماتيريال مالتي. This extraction may be regarded as series of short maceration. يقول أنا ممكن أقول عليه هذا هو مجموعة من ال short maceration، يعني يأخذ وقت طبعا أطول. يعني الماسوريشن هي old method. السوكسيليت هو يعني هسه أكثر طريقة مستخدمة جماعة العقاقير، خاصة قلت لكم أكثر طريقة يستخدموها هو السوكسيليت. وبوقتها كان وياي بحوث الماجستير، يعني جماعتي اللي اشتغلوا عقاقير كلهم تقريبا اشتغلوا على جهاز السوكسيليت، لان احصل على اكبر كمية من الاكستراكتد ماتيريال مالتي وبطريقة صحيحة ومرتبة. يجي احد يسأل يقول اني شلون اختار اي طريقة صحيحة للكرود ماتيريال مالتي، شنو اسوي بها اكستراكشن؟ يقول اكو فاكتر اعتمد عليها بهذا الشيء. The final choice of a process to be used for the extraction of a drug will depend on a number of factors. منها characterizations of the drug، الدراج ماتي نفسه. If hard crude drug material, use percolation, while if the drug is soft or has a non-powder nature, such as gummy material, use maceration. يقول أنا إذا عندي crude drug هو hard بطبيعته أستخدم البيركوليشن، إذا عندي soft لو non-powder nature مثل الجاميز ماتيريال شبيهة استخدم ماسوريشن. اذا يعتمد على طبيعة الدراج اللي اريد استخلصه. نكمل العوامل اللي تأثر على اختياري للإكستراكشن بروسيس. نمبر 2 stability of the drug. Hot extraction such as in percolation اللي استخدم بالسوكسيليت، قلنا اني دا استخدم heating، اذا عندي المواد هي thermo or heat liable يصير استخدمها أو بالبركوليشن؟ لا طبعا. اوكي، فانتبه على stability of the drug مالتي. Number 3 therapeutic value of the drug. When the drug has a considerable therapeutic value, the maximum extraction is required so that percolation is used in belladonna or opium. مثل ما استخدمنا بالاوبيويد، يقول اني اذا احتاج فالدراج هو therapeutic value مالته عاليه،
يعني تأثيره الطبي عالي مثل الأوبيود. أحتاج أستخدم بيركوليشن حتى أحصل على أكبر كمية. If the drug has little therapeutic value, يعني هو مو فشي طبي مهم, the efficiency of extraction is unimportant and maceration is adequate. مثال عليها الجينيتال extraction, يعني ما دمو كلش important مثل الأوبيويد. بعد أهم شيء قلت لكم عليه هو cost of a drug. From the economic point of view, it is desirable to obtain complete extraction of an expensive drug so that percolation should be used. إذا أنا عندي drug هو كلش غالي, فأكيد أكيد راح أخذ الجهاز السكسيليت اللي هي most efficient way حتى أجمع بيها الدراج مالتي. مثال عليها قلنا الأوبيوم. For cheap drugs, الرخيصة, the reduced efficiency of maceration is acceptable in view of the lower cost of a process. تمام؟ إذا رخيص أختار الرخيص maceration, إذا غالي أروح على الجهاز السوكسيليت. يعني الغالي للغالي والرخيص للرخيص, هيش بالضبط حفظوها. يقول أنا هسه سويت extraction وجمعت ماتي المادة, شو أسوي وراها؟ After a solution of active constituent of a crude drug is obtained by maceration or percolation, يعني whatever the method, it may be ready for use as medicinal agent, ممكن رأسا آخره وأستخدمه كmedicinal agent, as with certain tinctures, fluid extract, or it may be processed further to produce a solid or semi-solid extract. إما أنا أخذه جاهز ورا ما سويت percolation أو maceration وأستخدمه. مثال عليها tinctures والfluid extracts. لو يقولي مر بعدة عمليات, ممكن أريد أحوله باودر أو سيمي سوليد. فهنا أنا حاجي لكم شوية على التينكتشر وأمثلة عليه اللي يعني نستخلصها بهاي الطريقة, وفلويد إكستراكس هاي إحنا حاجيها يعني أصلاً بالمحاضرة السابقة, فهاي يعني عليكم ما بيها فتشي. يعني مثال عليها الأيودين تينكتشر, البلدونة تينكتشر, لأن ذكرناها إحنا. نجي إلى فد عامل كلش مهم بالإكستراكشن اللي هو البارتيشن كوفيشنت, اللي هو a measure of drug lipophilicity. شو وقت نقول على الدراج هو lipophobic لو lipophilic؟ عن طريق البارتيشن كوفيشنت اللي هو equal to concentration of drug in organic phase over the concentration of drug in aqueous phase usually water. طلاب هذا الموضوع جدا مهم, لأنه البارتيشن كوفيشنت هو يستخدم ل معرفة إنه أي solvent أنا راح أختار للإكستراكشن مالتي. شلون البارتيشن كوفيشنت كل ما كان قيمته عالية, إذا الدراج مالتي هو شنو؟ لايبوفيليك, أكثر محب للدهون, الهاي لايبوفيليسيتي, وبالتالي الأبزوربشن مالته بالبودي يكون عالي والبرميابلتي أيضا عالية. In general, drugs with extremely large values of KD are very oil soluble مثل ما قلنا, and will partition into membranes quite readily, وتقدر تعبر body membranes ويصير لها absorption. زين, values of partition coefficient below this optimum result in degrees labeled solubility, and the drug will remain localized at the first aqueous phase is contacts. Okay, إذا كانت قليلة فهو أيضا شنو؟ lipophobic, ويبقى الدراج locally. values larger than optimum result in poorer aqueous solubility but enhanced lipid solubility, and the drug will not partition it out of lipid membrane once it gets in. يقول أني إذا أني عندي كلش lipophilicity عالية هم ما راح تفيدني, لأن أني أحتاج الدراج مالتي يكون هو lipophilic at certain limit وعنده شوية شنو aqueous solubility على مود يقدر يتوزع بسهولة بالتشوز مالتي. ما أريد أني لازق, يعني إذا هو كلش aqueous حيظل يعني برسبتيت مترسب ولازق على التشو مالتي ما يعبر للممبرين. وأيضا إذا كان limit solubility عالية كلش فوق limitation نفس الحالة هم حيترسب, فأني أريد شوية هو يكون lipophilicity ما لحد ما, وأيضا بي aqueous solubility يرضي للطرفين حتى يقدر يعبر للليبيد ممبرينز مالتي ويصير عندي شنو absorption. وبالتالي راح تجي أهمية البايوفارماسيوتيك كلاسيفيكيشن سيستم. هذا السيستم
تحفظوه شلون حافظين اسمكم. هذا راح وياكم لحد ما تتخرجون، راح تسألون عنه بكل المواد، بكل شيء، بالكيمياء وبالصيدلانيات، لحد ما تتخرجون وتكملون ماجستير هم تسألون عليه. جدا مهم هذا التقسيم طلاب، اللي هي كلاس 1، كلاس 2، كلاس 3 وكلاس 4. كلاس 1 شو تقول؟ دراجز شبيهة تكون highly soluble and highly permeable. كلاس 2 دراجز with low solubility and high permeability، اللي هن أغلبهن النون ستيرويد أو أنتي إنفلاماتري دراجز، اللي هن منو؟ جماعة النابروكسين، الديكلوفيناك، الإيبوبروفين، يكون كلاس 2. كلاس 3 اللي هي دراجز with high solubility and low permeability، يعني يذوب بس ما يعبر. والفور دراجز with low solubility و low permeability، وهو أسوأ الأنواع، يعني هم solubility ما تلو وهم permeability ما تلو. طبعا هذه كل هالمشاكل إلها حلول، إلها حلول بالصناعية إن شاء الله تاخذوها. شون تتلاعبون تسوون manipulation للدراجز وتضيفون عليها فد additives وفد excipient على مود يتحسن solubility والpermeability مالته. هذا الفيجر هنا يوضح لي البيرميابيليتي والسوليبيليتي مال الفور كلاسز اللي ذكرتها بالسلايد السابق. كلاس 1 قلنا هايلي بيرميابل هايلي سوليبل، وهاي كلاس 2 اللي هي لو سوليبيليتي هاي بيرميابيليتي، وكلاس 3 اللي هي هاي شنو هاي سوليبيليتي لو بيرميابيليتي، وكلاس 4 اللي هي هاي لو سوليبيليتي اند لو بيرميابيليتي. اوكي كلش مهم هذا يا طلاب تحفظوهن زين. الى هنا طلاب تنتهي المحاضره السابعه، بسيطه وحلوه يعني لطيفه. يبقى لنا فقط محاضره واحده ان شاء الله اللي هي السسبنشنز، وينتهي الكورس الاول من ماده الصيدله التكنولوجيه. موفقين ان شاء الله.